ماشي يا كابتن محمد، مقبولة منك يا كابتن محمد. يا كابتن عادل انا لسه طالع من اوضه الكوره والله، والله ربنا يقويك يا كابتن محمد. سايب الموبايلات لسه يا دوبك، ربنا يقويك يا عمي. بمسي طبعا على حبيبي واخويا الكبير طبعا استاذ ابراهيم المليجي. حبيبي يا كابتن محمد. ولو ان انا واخد على خاطري من ال من ايه؟ من ايه؟ من الرسالة. انت مزعله في حاجه؟ لا لا، بيقول لك من الرساله. هو عارف، هو عارف. ايوه حبيبي. اللي انت بعتها له. حبيبي يا جو، حبيبي يا جو. كابتن محمد يعني بص، احنا كنا بنقارن بين 2013 ودلوقتي، وتقريبا يعني في مقاربات كتيره بين الحالتين الحقيقه، اهمها ان انت موجود في التجربتين، فباذن الله تعالى خبره 2013 وخبره السنين بقى اللي عندك نتائج باذن الله ان شاء الله نطلع من المطب ده. يعني طبعا يعني ربنا يكرم ان شاء الله ويوفق، احنا شغالين بنشتغل يعني كل ما اوتينا من قوه، وان شاء الله نبقى موفقين في الفترة الجاية. هنبدأ يوم 17 يوم الثلاثاء الجاي إن شاء الله، مشوار مهم جدا في بالنسبة للنادي الأهلي وفريق النادي الأهلي يعني. وزي ما أنت قلت يمكن البطولة دي آخر مرة خدناها في 2013، لكن هي صدفة يعني. النادي الأهلي غني ببطولات وغني بأولاده، لكن هي صدفة ترتبت إن أنا أرجع للنادي تاني بعد 4 سنين بعد ما مشيت في 2014 وانت لسه حامل اللقب. وصدفه ان هي برضو داخلين على مشوار مهم جدا، هو مشوار افريقيا وبطوله افريقيا ابطال الدوري، فنتمنى ان شاء الله ان يعني نكون موفقين كده. ابتدى من يوم الثلاث، مباراه مهمه جدا، كلنا عارفين طبعا موقفنا في المجموعه، رصدنا نقطه واحده ومركز الرابع الاخير، لكن انا بقول ان احنا النادي الاهلي دايما وفريق النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي دايما بيظهروا في المواقف الصعبه، واحنا في موقف صعب دلوقتي، لكن هو مش مستحيل ولا حاجه، لان احنا عدينا بالموقف ده قبل كده. يمكن بالصدفه برضو في 2013 كان عندنا من مباريتين برضو نقطه واحده يعني، صحيح، بس قدرنا نتدارك الموقف وقدرنا نكسب ليوبار في ملعبه، وبعدين في العوده رجع لنا ليوبار عندنا في الجونه كسبناه، وبعدين كسبنا الزمالك. فاكر ليوبار ساعتها كان علي ماهر شايف ان ده احسن فريق في افريقيا. كان ساعتها هو كنا احنا جايبين تقارير عنه ساعتها. أيوة. ان هو لم يهتم في ملعبه من سنتين بعد ما قابلناه يعني، صحيح، ولكن طبعا زي ما بقول ان فريق النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي دائما يعني عندها الطبق وعندها الروح العاليه جدا وعندها الاصرار ان هم يعملوا حاجه لجمهورهم ولناديهم، ففي الوقت ده طبعا قدرنا ان احنا نفوز 1-0 وناخد الثلاث نقاط، وبرده انا ان شاء الله رهاني طبعا على جمهور النادي الاهلي اللي ان شاء الله هيحضر المباراه، وطبعا لاعيبه النادي الاهلي طبعا اللي هم دايما بيبقوا موجودين في المباريات الكبيره وموجودين في الاوقات الصعبه، بتلاقيهم على طول رجاله وبتلاقيهم متواجدين ان شاء الله يعني. بص يا كابتن محمد، عايزك تكلمني على مباراه اليوم، لان دي اخر تجربه قبل ال تاونشيب المباراه. كمل يا ابراهيم، احسن شيء الكحه مضايقاني. البروفا النهارده بقى دي اخر حاجه قبل تاونشيب يا كابتن، اطمئنتوا ايه فيها وتقييمك ليها ايه؟ هو طبعا المباراه النهارده مستر كارترون طبعا كان حريص ان هو يطمن على المجموعه كلها، لان انت عارف احنا بنسابق الزمن في حاجتين مهمين جدا. اول حاجه ان مستر كارترون عايز يتعرف على اللعيبه كلها بشكل قوي جدا ويبقى حاطط كل حاجه تحت ايديه، دي نقطه. النقطه الثانيه انه بيجهز وبيحاول يوجد انسجام بين لاعبين عشان نلعب يوم 17. طبعا عنده هيكل عام طبعا جاهز وباين، لكن هو عامل اضافات برضه. فاللي انا عايز اقوله ان احنا شغالين على نقطتين مهمين جدا، فالنهارده كان المباراه بشكل اجمالي فوائدها كثيره جدا. ليه؟ لانه بازارو انت عارف طبعا كان بعيد الفتره اللي فاتت نتيجه الظروف اللي كان مر بعقده وكده. النهارده كان مشترك، مروان محسن برده كان بعيد عندنا الفتره اللي فاتت بعد المنتخب، النهارده اشترك برده. عندك برضو نفس الكلام بالنسبه لاحمد النهارده يعني قدم مباراه طيبه، وكان برضو
عنده تواجد كويس جدا، بالاضافه طبعا لعناصر كتيره كانت موجوده معانا في المعسكر في كرواتيا، والنهارده برضو اشتغلت. سليف كلوبالي النهارده اول مره يظهر في مباراه وديه للنادي الاهلي، فدي كلها فوائد طبعا كويسه، بالاضافه ان اطمننا برضو على عناصر يعني موجوده في الفريق كانت برضو ما بتشاركش بشكل اساسي في الفتره اللي فاتت، خدوا فرص برضو من خلال المباريات الوديه على اساس المستر كارتيرون يتعرف على جميع المستويات يعني. بس طيب كان في يعني ما يقال ان في ازمه او في يعني اشكاليه في القيد في الاماكن الشاغره في القائمه الافريقيه، هل تم الاستقرار مين اللي هيتأيد ولا لسه؟ لا ما عندناش مشاكل ولا حاجه يا كابتن عدلي، هو احنا عندنا اربع اماكن، الاربع اماكن دول عندنا فتره قيد حتى 5 اغسطس، بتبقى طبقا لرؤيه المدير الفني بالنسبه للمراكز بالنسبه لاحتياجات الفريق، لان انت بتبقى واخد قائمه مستلمها وبتكمل عليها. فاللي انا عايز اقوله ان مستر كارتيرون لما بيقرر انه يؤيد حد مش معناها انه تقليل من الاخرين، انا ممكن اؤيد لاعب انا محتاج مركزه فبيضطر ان هو يأيده، فاهم قصدي ازاي؟ فهي غير القيد في القائمه الافريقيه مختلف عن القيد اللي هو في الليسته المحليه بتاعتك. طبعا انت ممكن بتأيد في افريقيا مركز انت محتاجه، يعني ممكن يبقى عندي انا مركز فيه لعيبه متوفره وبالتالي مش عايز تأيد فيه حد تاني، انما في مركز تاني بيبقى عنده نقص عددي وبالتالي بتضطر تدعم في الحته دي، فهمت قصدي؟ فالنقطه اللي انا عايز اقولها، اولا احنا ما عندناش مشاكل الحمد لله، الدنيا ماشيه كويس جدا، اللعيبه متفهمه دورها كويس جدا، واحنا طول عمرنا في النادي الاهلي بقرارات فنيه بشكل احترافي، طبعا لاعبتنا بنحترمها وكل حاجه، لكن هم فاهمين كويس وفي نفس الوقت برضو ان في قرار فني، ده بالنسبه لحته زي اللي حضرتك بتقولها اللي هي القيد في القائمه الافريقيه. فاحنا يعني الراجل بيتفرج بيشوف مش مستعجل خالص، يعني كل الناس عندها فرص وفاهمه كده، وهي الفكره فكره المراكز اللي محتاجه تدعيم. طبعا طبعا ده لا يقلل من اي واحد مش هيقيد في القائمه الافريقيه، مش معناه ان هو اقل في المستوى ولا حاجه، لكن ممكن يكون في مركزه في وفره، لان انا بايد لبطوله هتنتهي بعد 3 اشهر بالظبط فقط لا غير، انما انا عندي موسم كروي ممتد حتى يونيو 2019 صحيح، فدي حاجه ودي حاجه، فمش معنى ان لاعب لم يتواجد او لم يتم تسجيله في القائمه الافريقيه الفتره القادمه لغايه 5 اغسطس ده معناها ان هو دوره مش هيبقى رئيسي في الفريق، وياما تجارب كتيره جدا نتاج الخبره يعني الواحد عدى بيها، في لعيبه عندك ما بتتقيدش في القائمه الافريقيه خصوصا في الفتره الحرجه اللي احنا فيها دي، بتبقى فتره فيها تغيير موسم لموسم وفيها انضمام لعيبه جداد وفيها استغناء عن خصوصا ان الموسم كمان مضغوط ومحتاج لكل اللعيبه. طبعا يعني فكره ان انا لما تأيدتش مش هلعب، بالعكس انا شايف السنه دي ربما يعني القدر كابتن عدل الماتشات كتيره، كابتن عدل ماتشات كتيره و25 لاعب بس ده كمان، يمكن اللي مش متأيد افريقيا يلعب اكتر. ما انا بقول لحضرتك الماتشات كتيره جدا ومحتاجين، ودي مستر كارترون منبه يعني احنا بنشتغل بشكل قوي جدا على الحته اللي هي الحته البدنيه وحته التجهيز البدني القوي جدا، بحيث ان انت تقلل نسب اصاباتك، بمعنى ان هو مدي تعليمات طبعا للجهاز الطبي كله، جايبين طبعا مدرب احمال مايكل ليندمان ومساعد معاه كابتن حسين، يعني عايز اقول ان حسين عبد الدايم مع مايكل لينون الاثنين بيكونوا الشغل طبعا، ده بالاضافه ده اللي اضافوا على الجهاز الطبي القديم اللي موجود عشان مخصوص اقلل نسبه الاصابات اللي ايه اللي مرينا بيها السنه اللي فاتت، وبالتالي اقدر استفيد بمعظم اللاعبين خلال على مدار الموسم كله. بس التاون شيب بقى ايه رؤيتك ليه؟ اكيد عندكم سيديهات ليه. طبعا فريق مهم جدا، عندنا طبعا شغالين بندرسه، وجبنا له حتى مباراه اخيره لعبها مع سان داونز، دي مباراه كده لعبها في الخفاء يعني، او بمعنى صح يعني في ملعب فرعي كده متطوره، لكن
جبنا تشكيله وجبنا الفيديو بتاع المباراه. اللي انا عايز اقوله ان المباراه مهمه جدا، بنحترم جدا فريق تاونشيب، ومباراه بالنسبه لنا لا تقبل القسم على الدين، لان احنا موقفنا اللعيبه بتتفرج على المباريات دي ولا بس الجهاز الفني يا كابتن؟ لا طبعا احنا كجهاز فني بندرسها وبنشتغل عليها وبنوصل بنوصل لعيبه، لكن بتركيز طبعا هنبدا فيها على طول من الفتره من معسكرنا. احنا رايحين ان شاء الله هنبتدي معسكر يوم السبت ان شاء الله، فابتداء من يوم السبت طبعا هيبقى عندك 3 ايام قبل المباراه يتم التركيز بقى بشكل دقيق على التفاصيل الاخيره. يعني هل ما زالت في مراكز؟ يعني احنا دلوقتي المركز بتاع قلب الوسط اعتقد انه استوفى بالتدعيمات الجديده دي، هل ما زال هناك مراكز ترى محتاجه شغل في المستقبل؟ خلي بالك ان اتحاد الكره واخد قرار ان في 5 هيضافوا على القائمه في ديسمبر. انا عارف او في يناير. النقطه دي عارف النقطه دي، ان الانتقالات الشتويه هيتم التدعيم ب5 مراكز او 5 لاعبين يعني، لكن انا حاليا يعني احنا مكتملين، وما بتكلمش على مراكز خالص في الاعلام، دي بتبقى حاجات داخليه فنية. الفني لكن ما اقدرش اكلمك على مراكز. احنا حتى الان شغالين، اذا اتيحت لينا حاجه اضافه للنادي الاهلي والفريق النادي الاهلي اكيد ما بنتاخرش، فدي طبعا حاجات مش يعني مش هعرف اتكلم فيها بالتفصيل يعني. طيب بقول لك ايه، المهندس عدلي مخلص لك الشغل اللي انت عايزه ولا متاخر عليه؟ هو عدلي بيعمل حاجه؟ كابتن عدلي بركه بفضل يا ابني، كابتن عدلي لا ده فضل عامل شغله حلو دلوقتي، بصها الفضل قال لك البركه بفضل. لا والله الفضل ده اكتشاف يا كابتن محمد. هم اداره كابتن عدلي ده كبيرنا وكبير طبعا الحته دي طبعا، وللتاريخ وشغله في النادي الاهلي يعني جدير جدا بالاحترام وجدير صحيح. جدا بال صحيح يعني عايز اقول ان كابتن عدلي ليه صولات وجولات في هذا المجال. لا قيمه ورمز طبعا وفضل ما شاء الله عليه، يعني اكتشاف هايل ولا حاجه، لكن هو تاريخه اكبر من الله يخليك يا كابتن محمد. ده كده صالحك، هو كده صالحك كده، اخجلته بتواضعنا كده صالحك خلاص. بس هو كابتن عدلي بيحب الاعلام. ايوه الاعلام دلوقتي. لا اصل احنا قاعدين لازم نبقى عارفين يا محمد، الناس متوقعه ان احنا نقول لها ونجاوب على تساؤلاتها ومخاوفها. انت مداخلتك دي حطام الناس كتير جدا. لا يعني انا بقول ان ما اقدرش اتكلم على حاجه في التعاقدات او في لا مش مطلوب منك مراكز ولا بس انا بتكلم بشكل عام ان احنا يعني انت ما انتش مزنوق بقى دلوقتي على الاقل يعني. الحمد لله الحمد لله فريق النادي الاهلي احنا بنملك مجموعه لاعبين يعني عايز اقول على اعلى مستوى، لاعبين اثبتوا، وانا انا دايما بقول لهم كده، لاعبين النادي الاهلي اثبتوا في مواقف كتيره جدا وفي اوقات كتيره جدا ان هم على قدر المسؤوليه، عندهم خبرات كبيره جدا في ان هم يعني يبقوا دائما عند حسن ظن جمهورهم. وانا بقول ان النادي الاهلي حاليا محتاج كل ولاده، محتاج كل لاعبيه للوقوف سويا. كلنا عارفين الظروف الحاليه اللي بتحيط بكره القدم المصريه، ورجاله النادي الاهلي دايما بيظهروا في المواقف الصعبه، وجمهور النادي الاهلي هو رهاني، لان دايما يعني في مقوله كده جمهور النادي الاهلي ده حماه. يعني انا بقول ان مشارك الاول في الحصول على بطولات النادي الاهلي هو جمهور النادي الاهلي، وما عندوش اي حسابات، بل بالعكس هو بيشجع فرقته بدون اي حسابات وبدون اي يعني مقابل. فان شاء الله ان شاء الله يوم 3 يبقى جمهورنا موجود في برج العرب، وان شاء الله يرجع فرحان ان شاء الله بعد المباراه باذن الله يا كابتن، وموفق دايما ان شاء الله. بشكرك على وقتك وعارفين المشاغل بتاعتك، احنا بنهزر معاك و المهمه المزدوجه دي ربنا يعينك عليها، ربنا يقدرك عليها وانت اداء ودود. شكرا جزيلا للكابتن محمد يوسف المدرب العام للاهلي ومدير الكوره.